السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأعزاء، اليوم سوف نتطرق إلى موضوع هام جدا، ألا هو التعرف على جنس الطير الكناري. سوف نرى مع بعضنا. هذا ذكر الليبو، ذكر منتج قديم يعني. سوف نأخذ هذه قطعة التي نقوم بها بتنظيف الأسنان، ونقوم بوضعها على مستوى فتحة الفم، حيث نلاحظ أن قطعة الكيردون، هذا مصطلح فرنسي، قد مرت بمنتصف العين. إذن فهذا ذكر كبيرة في السن ومنتجة. سوف نقوم بوضع الكيردون بنفس الطريقة. سوف نلاحظ أن قطعة الكيردون تأتي، لحظة، نقوم بتثبيت الرأس جيدا. سوف نلاحظ أن قطعة الكيردون لا تمر بالعين، حيث تكون العين فوق قطعة الكيردون. إذن فهذه أنثى. هكذا، وهذه العملية مجربة ونسبة نجاحها تتراوح إلى 90%. وإلى اللقاء، وشكرا على المتابعة، ونتمنى منكم المشاركة في القناة لمزيد من الفيديوهات ومزيد من الإفادة للجميع. ونشكركم على اشتراككم في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.